اليوم مع دلال كانش بدنا نعمل قصص كثير طيبه. صباح الخير دلال. هاي ستيفاني. سافا؟ سافا. تارت مع التين. انا ولا مره اكلي تارت مع التين. اول شيء بدنا نشوف اليوم. هيدي وصفه كثير طيبه. اول شيء بدنا نقول صباح الخير للمشاهدين، وبدي اقول بما انه هلا نحن بشهر فضيل، يعني بتتزين سفره الافطار والسحور بمجموعه كثير كبيره من الحلويات. اكيد. عشان هيك اليوم بالتعاون مع نسلي حبيت انه نسلي عم نحكي عن الحليب المكثف المحلي والقشطه يلي بدنا نشتغل وصفه. كم بدي اسالك عن القشطه كمان، يلي انا بدي اقول كمان انه القشطه مش بس نستخدمها للحلو، انا وقتها اعمل التارتات المالحه كم مع الاجبين بتطلع كثير طيبه اذا بنشتغلها كمان بغير حلقات لانه ما فيها سكر. صح. هلا اليوم بتستعمل للمالح ولا الحلو؟ الاثنين. صح. هلا اليوم شو هي وصفتنا؟ اليوم وصفه طيبه كثير وشهيه اكيد حيحبوها المشاهدين، هي التارت. بدنا نشتغل على مربى التين. هلا تنبلش مربى وجايبه معي كتين كمان مجفف. هلا فينا كمان نستبدل المجفف بالتين الطازه. ايه اكيد اذا في الموسم اكيد. هلا اليوم من شو معموله وصفتنا؟ اليوم عم نحكي تارت، بس مش هي التارت سابلي ولا البات فويتي. عم نحكي على عجينه هيك اوريجينال وغريبه شوي، يلي معموله من لوز مطحون من جوز الهند تبع المغلي بالاضافه للسكر والزبده. هلا بعد شوي بدنا نمزجهم سوا وبدنا نوضعهم بقالب تارت. هيدي وصفة في لها حشوتين. ما فينا نعملها مع بات بريزي؟ بلا، فينا نعملها مع أوكي. فينا نستبدل بالبات سابلي او بات سكري اكيد وبات بس هيدي كثير طيبة، يعني هو المزيج النسلي القشطة وال يلا بدنا نتعلم قصص هيدي كمان اوريجينال. الحشوة الأولى هي معمولة من مربى التين يلي بدنا نضيف له الدايجستيف البسكوي المطحون ديجستيف أوكي. بالإضافة للقشطة النسلي وشوية من الطحين. هيدا المزيج بدنا نشتغله هلا سوا وبدنا نحطه بدنا نوضعه على وجه التارت العجينة اللي اشتغلناها النية. اوكي. هلا بضل عندنا الحشوة الثانية يلي هي معمولة من بيض كمان من نسلة الحليب المكثف المحلي مع لوز حمصناه وجوز حمصناه. هيدا الخليط الثاني يلي بدنا نمزجه سوا وبدنا نوضعه على الخليط الاول. بعدين بدنا نضيف على الوجه التين، فينا نستخدم التين الطازه يلي كمان طيب، وبدنا نرش شويه سكر بودره، بدنا نحمي الفرن 180 درجه لمده 10 دقائق، وبدنا ندخل وصفتنا بقلب الفرن لمده 25 ل 30 دقيقه. هيدي وصفه طيبه كثير وجديده، فكره أوكي. جديده. هلا اول شيء عم نحكي على لوز ني ني بلا قشر مطحون، مش مبروش مطحون. مطحون بدنا نضيفه. سوري ماشي. بدنا نرجع نضيف له جوز الهند تبع المغلي يلي بنشتريه البودره. اوكي بدنا أوكي. نرجع نضيف سكر طيب شو اسمه مع جوز الهند اذا بالبات كثير طيب. ما عم تزيد كثير سكر؟ لا ما بدنا نزيد كثير اوكي سكر. وبعدين عم نحكي على زبده هون كمان بدنا تمبيراتور امبيانت وبدنا نمزج كل الخليط سوا. هون مضطرين نشتغل بالايد ستيفاني اكيد لتتماسك وصفتنا. هيدي وصفه كثير سهله، ريحه الكوكونات طلعت وكثير طيبه. هيدي ما رح تطلع عجينه نقدر نمدها بالشوبك، مضطرين انه لا بدنا ايه. بالاصابع وبالايد. بعد بدك تحطي لها زبده؟ لا اوكي. حطينا تتكمش ايه هلا تتماسك ليك تماسك شوي اكيد قد ما بندعكها احسن. مثل ما قلنا انه ما بدنا نمدها بالشوبك، بدنا نمدها بالايد. هذه وصفة كثير طيبة ستيفاني. بدي اجربها، أنا بحب أجرب قصص هيني. بدنا مضطرين إنه نشتغلها هيك لأنه ما بتنمد غير هيك. ايه.
فينا اكيد نشتغلها بقوالب التارتين الانديفيديوال صح صغيره كمان احنا بنحب لازم نعملها دقيقة ايه ما بدنا كثير نسمكها ما بدنا نسمك. وما بدنا نخاف يعني اكيد حتتماسك لانه اول ما بنشوف هيك بنقول ايه ما رح تتماسك لا بتتماسك اوكي ما بدنا كثير نسمكها بدنا نرققها اوكي نرجع نطلعها من هون قد ما بدنا. بتعرفي حلو نشتغلها شوي مش ضروري تكون كل الجوانب قد بعضهم. شي طالع شي نازل حلو. بعد عنا 12 دقيقة. اوه. يلا هونيك ما عنا غير نطبق. هيدي وصفة كثير طيبة لكن حطينا لوز مطحون ني صح ورجعنا حطينا كوكونات صح كوكونات البودرة الكوكونات وحطينا شوية سكر اوكي وزبدة تمبيراتير امبيون ودعكناهم مع بعض وهلا عم نمدهم بالصينية صينية التارت ونعمل كوش كتير رفيعة رقيقة اوكي نرجع نظبط الجوانب ايه اكيد هيدي وصفة بتعطي قالب بتارت 25 ل 26 سنتي ستيفاني مش أكثر اوكي وقف يلا اشتغلناها هيك اذا صينيه اكبر بدنا نعمل دوم بدنا نعمل دوم صح مش اكثر من 26 سنتي مثل ما عم بيشوفوا هون اوكي طيب ما رح نضيع بقى الوقت لنظبطها ايه هي اللي بنمدها بنمد بطريقه سهله صح لانه فيها زبده وطريه البات وما بدها شوبك ما بدها شوبك ابدا ما بتزبط اصلا بشوبك خلينا نشيل هون حتى هونيك؟ ايه هيدا خلص لكن اول شيء خلصنا العجين اللي اشتغلناها هلا مش ضروري كثير نعلي البار اوكي مش ضروري هلا بنرجع بنظبطها هيدي نمبر 1 خلصنا ما بدنا نخبزها نستخبزها بدنا نتركها على جنب لنشتغل بالحشوه اوكي مثل ما قلنا الحشوه اول شيء احنا عم نحكي على تين مربى تين اوكي يلي بدنا نودعه شو بدنا نعمل؟ اوكي نزيد بدنا عليهم بدنا نضيف له طحين طحين ملعقة ونص تيتماسك اوكي بدنا نرجع نضيف البسكويت الدايجستيف المطحون كثير طيب البسكويت مع مع مربى التين وبضل عنا علبة النسلة نسلة قشطة صح مش الحليب المكثف لا القشطة الحليب المكثف بتاني وصفة كل العلبة كل العلبة طيب يا اوكي نشيلهم بدنا نمزجهم ما هون عم بيشوفوا اوكي وبالحاجه بنزيد شوي ديجستيف اذا بدنا مش ضروري فينا هلا ديجستيف مع التين كثير طيب اعطيتينا افكار جديده هيدي وصفه صارت جاهزه هيدي الحشوة أول حشوة صارت جاهزة ما بنطبخ شوي الفات قبل ما نحط الحشوة مثل ما بنعمل ما بدنا نطبخ ما بدنا لأننا دغري مع بعض مثل الجاتو مثل الجاتو أوكي هلا بدنا نودعها عليها أوكي هو خليط التين مع القشطة
النسله والحليب المكثف مع اللوز والجوز بده يعطي طعمه كثير طيب. و يعني مزيج مش دائما بنفكر فيه كتارت، يعني مزيج كثير طيب. يمكن بنحط القشطة بدل الكريم باتيسيير او الكريم شانتيي او الكريم شانتيي. قشطة كثير طيبة بكل شيء طيبة. صح. أكثرية التارتات المالحة بينضاف القشطة. احنا معودين على القشطة يعني حلو، بس لا فينا كمان نستخدمها نسلي. اوكي هيدا أول. خلصنا منه. لكن عملنا البات اول شيء، عملنا العجينة، رجعنا عملنا الحشوه، تركناها نيه، رجعنا ضفنا اول حشوه اللي يعني معموله من التين، من الطحين، من التين يعني عم نحكي على مربى التين، مربى التين الدايجستيف، وما بدنا ننسى القشطه نسلي يلي بدها تعطيها نكهه نكهه طيبه. طيب. اكيد. هلا الخلطه الثانيه هي هنشيل هون على جنب. اوكي لوز محمص، هي لوز ني محمص، جوز كمان لوحناه شوي. عم نحكي بالفرن؟ لا على النار. هلا فينا شوي بالفرن، فينا على الغاز، بس اذا على الغاز مضطرين نضلنا نحرك، ما حطينا زيت ولا شيء لمعنا. هلا هون مزجنا بيضتين كاملين كاملين. اوكي اوكي رجعنا بدنا نضيف لوز اوكي ني محمص كمية منيحة. اي بدنا نرجع نضيف الجوز. يومي وكل هو اللي فوق ال بس كثير هيني كثير كثير يعني عن جد الواحد بأوقات اذا شايفها بفكر انه صعبة، بس ما قلنا غير نشتري النسلة وكم شغلة ونمزجهم مع بعض ونحطهم بالصينية. هلا عم نشتغل بالحليب حليب المكثف. كل العلبة؟ كل العلبة. اوكي. هي رح يطيبها القشطة. يامي. هذا الحليب المكثف تذكرني بطفولتي انا. ايه انا كمان كلنا عشنا عليه. من اطيب القصص الواحد في يدوقهم يعني. حتى اولادنا بعدهم لهلا. صح. على الترويقه. الترويقه انا بحبها مع شاي. بعد الظهور انا بحطهم مع الشاي بتاعت كثير طيبه. أنا بعمل الكريم كراميل فيهم، التشيز كيك، التيراميسو. بكرة إن شاء الله الأسبوع الجاي بدنا نعمل كمان، هنحطهم هيك. هيدي من أطيب الترتات يلي بنعملها والكل بحبوها. لكينا بيضتين حطينا لوز ني محمص، جوز ني محمص. صح. ورجعنا حطينا علبة نسلة حليب مكثف محلى. ما خلصت وصفتنا هون، هون فينا نجيب موسم التين، بنجيب التين الطازة يلي بنقطعه ونوضعه على الوجه، بس اليوم استبدلت التين الطازة بالتين مجفف يلي كمان طيب بيعطي نكهة طيبة. هلا هون بدنا نقول يلي ما بحب كثير التين في ما في يوقفون يعني ما كثير يضيف التين، بس هي طيبة كديكور حلو. بدنا نرجع نضيف السكر البودرة، نحمي الفرن 180 درجة لمدة 10 دقائق وندخل نرجع وصفتنا
على الفرن لمدة 25 أو 30 دقيقة. وهوني ستيفانيا بدنا نقول كمان معلومة للمشاهدين يلي بحب إنه الحشوة تكون قاسية شوي أكتر، بدل 25 ل 30 دقيقة بزيدها 5 دقائق ل 10 دقائق بقلب الفرن، هيك بتقسى أوكي. وقتها بدنا نفتح الفرن كمان، ما دغري منطلع التارت، بنفتحه بنتركه مفتوح نصف فتحة للفرن. قد ايه وقت؟ بدنا ماكسيمم 10 دقائق. 10 دقائق اوكي. هيدا هو. هيدي ما بتاكل ما بتاكل سخنه؟ لا بتاكل مسقعه، يعني بس لانه اكيد كل الطعمه بتتغير. صح هيدي فينا نحضرها اذا عندنا مثل ما عم تقولي هلا لرمضان. بعدين يعني بدي اقول فينا نقدم حدا ايس كريم على فاني كمان تطلع طيبه. فينا نخبصها ونفرزها ونوضعها بالفريزر كمان. وهيدي فينا نرجع نزيد لها سكر بس تطلع من الفرن. ايه. هيك بتعطي شوي. بعرف. هيدي السكر هلا بتصير كراميليزي بيطلع لونها على مارون بكون أطيب. هيدي هي وصفتنا لليوم. كيف حبيت هالوصفة؟ هيدي وصفة سهلة وطيبة وبتنعمل بغدا بعشاء بإفطار بسحور والكل بحبها مع قشطة نسلة وحليب مكثف نسلة كمان. كمان هلا شو بدنا نعمل؟ نحطها بالفرن. بدنا نحطها بالفرن. حمينا الفرن 180 درجة لمدة 10 دقائق. اوكي بدنا ندخلها لمدة 25 ل 30 دقيقة. ومثل ما قلنا يلي بحب انه الحشوة تكون شوي سميكة أكثر أو قاسية بضيف 5 دقائق ل 10 دقائق. نحن خلصنا وصفتنا لليوم. نحن رح ناخذ سوا وقفة مشاهدينا وبعدين نرجع بنلاقيكم بالبرزنتيشن. بيكابو سيربريز هولي ما عملناهم نحن، يعني عملناهم دلال قبل بس نحن عملنا وحده كبيره. ساعدنا بالبرزنتيشن بالتزيين. اكيد اكيد عملنا وحده كبيره بالفرن لانه ما بنلحق. بدها ما بتشبع الشباب كمان. بدها 35 دقيقه لتكون بالفرن. بس تنفرجي للمشاهدين كمان دلال انه فينا نعملهم انديفيديوال. صغار. اليوم حبيت هيك نشتغلها على الهواء كبيره وانا حضرتهم وجبتهم معي صغار لتنقول انه فينا نعملهم هيك وكذا كذا يعني. جار ديكور كمان فينا نزينهم. مع جوز، مع تين طازه، مع سكر بودره، مثل ما بنحب. حتى مكونات بنستخدمها كثير بشهر رمضان المبارك. صح. نرجع هيك بنذكر انه هيدي وصفه عملناها مع عملنا العجينه مع جوز الهند واللوز المطحون بالاضافه للسكر والزبده، وهي منا عجينه التارت اللي معودين عليها الباستابلي او باستبريزي او باف باستري. كيف بتفرق؟ غير طعمه نهائيا. غير طعمه. ورجعنا وضعنا لها حشوتين. اول وحده اشتغلناها بمربى التين مع قشطه نسله يلي بده يعطي نكهه طيبه كثير، وضفنا لها الدايجستيف والطحين البسكوي المطحون وضعناهم عليهم. وثاني حشوه اشتغلناها مع البيض وحليب المكثف المحلي من نسله يلي ضفنا له اللوز المحمص مع الجوز المحمص. كمان وضعناه على اول حشوه يعني. وكمان بنرجع نذكر انه العجينه نيه، ما خبزناها نص خبزه ابدا، اشتغلنا كل التارت على بتجيد. بس نعمل تارت نخبز العجينه نص خبزه. كيف بتمسك بعضها؟ لانه فيها زبده، فيها لوز، فيها جوز الهند. نحطها بالبراد لتجمد شوي. مش ضروري ابدا. مش ضروري. بروم تمبرتشر عادي، المهم الزبده ما تكون سخنه. هون بنرجع بنذكر انه الزبده ما تكون سخنه ابدا. رجعنا من بعد ما وضعنا الحشوتين، حطينا التين الطازه او التين المجفف، رجعنا ضفنا سكر بودره، حمينا الفرن 180 درجه لمده 10 دقائق، وضعنا وصفتنا بين 25 و 30 دقيقه بالفرن. ترجعي بتعطينا التيبس نفتح الفرن شوي لتكمسوا. نرجع بنقول يلي بحب انه الحشوه قالب التارت يلي جوات التارت تكون اشد شوي من العاده، بيتركها بقلب الفرن زياده 5 ل 10 دقائق. ووقتها نشتغل تارت او كيك او
حيلا نوع من الجاتو ونضعه بالفرن ويخلص، يعني انه خلص الوقت بدنا نفتح الفرن لنشيلها، ما بنشيلها دغري ستيفاني، بنفتح الفرن لمده 10 دقائق بنخلي الفرن مفتوح وبتصير زيت التمبراتور والتارت جوا ما بندق، بعد 10 دقائق بنشيل او الكيك او التارت بيطلع لنا. وهيدي بدنا نقول انه كمان فينا نقدمها حد ايس كريم على فاني، وان شاء الله هلا بشهر رمضان بدنا نعمل كثير من الحلويات مع قشطة نسلي مع الحليب المكثف من نسلي. بدنا التنين عبالي اعمل كسكس مع كريم كثير طيبه حلو حلو مع بدنا نضيف له الفريز الستروبري الجوز واللوز يلي هي فكره حلوه كثير كمان غريبه من نسلي. بتتسخن إذا بدنا نقدمها مع بوزة؟ فينا ناكلها مفتورة مش كتير سخنة أو مسقعة، فينا ناكلها الاثنين بس مش كتير سخنة يعني. كتير فكرة حلوة للسحور. هيدا إذا داينت كم يوم بتداين؟ بتداين بالبراد بتداين بتداين بالبراد بس لازم تبقى إذا داينت إذا بقي منها إذا بقي منها هلا بدي أقول إنه يلي حيذوقها ما حيبقى منها لأنها كتير طيبة، بس إذا بقي منها بتضاين كم يوم بالبراد. فينا نحطها بالفريزر كمان من بعد ما تنخبز خبزه كامله، فينا نفرزها لمده يعني بنخلصها على الاخر ونوضعها بالثلاجه لمده اسبوع او اثنين. ثانك يو دلال. ثانك يو لالي. نرجع بنشوفك الثانيين ان الله رب. انا رح كون معك ان الله رب. يس. مشاهدينا ثانك يو رولا، انت بدك تكفي لايف. انا بكون ختمت فقراتي لليوم، برجع بشوفكم بكره ان الله رب. ما تنسوا البسمه على وجهكم. باي باي. كم وحده رح تاخذي معك؟ ما بعرف.